بالنسبة للمحاضرة صراحة كانت مزيونة، فيها معلومات كنا غافلين عليها، ما كناش عارفينها بالنسبة للتربية الأطفال ديالنا. تعلمنا صراحة بزاف الحاجات، واحد الست ديال الرعاية عطاتهم لنا، هذه كتكمل هذه، كل واحدة كتكمل أخرى، يعني ضروري خصهم يكونوا بيستافدوها. وصراحة زعما استفدنا بزاف ديال الحاجات. أنا بالنسبة لي استفدت، لأن عندي الأطفال ديالي، يعني نعرف كيفاش نتعامل معاهم وباش التربية ديالهم. أن هذا المربي إذا لم يكن مؤهلا نشوفوا كيف يكون متأهل، وخا تعطيه المهارة التربوية فلن ينجح في العملية التربوية. حتى المحاضرة استفدنا منها بزاف، قدمت لنا الأستاذة مجموعة من الأفكار اللي كنا احنا أصلا في الحاجة ليها. يعني كل واحد مننا حنايا أنا كأم كمربية كمعلمة، يعني كنت كنحتاج مجموعة ديال النقط أو مجموعة من الأفكار كيفاش غادي نرتقيو بنفسنا حنا أولا كمربيين، باش نعطيو أفكار باش نقدروا نربيو ولادنا ونوصلوا بهم إن شاء الله لأحسن مستوى. في مشكل آخر اللي هو الهاتف اللي كنساوه، راه مشكل كبير. الطفل كياخذ مثلا الأبن أو الأم كتكون تلقى مشكل، فكتعطي الهاتف باش تهنى منه كيف كيفاش، كتعطي الهاتف يعني كيتربى. الحقيقة المحاضرة كانت جد قيمة بالنسبة لنا حنايا كأولياء التلاميذ، كنستافدوا فحنا بدنا كنستافدوا ببعض الأخطاء اللي كنقدروا نقوموا بها وكنقوموا فيها صراحة. هذا الشيء كيبقى دائما تحفيزي، وحنا دائما في إطار كنبقاو دائما كنبغيو الحاجه نستافدوها ونتعلموها الابناء ديالنا. فريمون لي سوجي كيلا ديكيل لا بارلي سون تري سنسيبل، اي لي فوت ديكيل لا بارلي دي لي زيرور كون في بلوتو اون با بارلي ديرور لي زيرور كون في ايتترا ني سون با سون انتونسيوني سا سي سور اي سيرتان سا كوم اون فيان دو لو دير. دونك ان تانك بارون ان تانك ايدوكاتور اون ليس باسي فريمون اون ساريت pas sur certains points dont elle a parlé et sur lesquels il faut insister, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre.